3, 2, 1. السلام عليكم صبايا، كيف وكيف صحتكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. ان شاء الله ايامكم كلها سعادة وحب وفرح. مثل ما شايفين اليوم التصوير من محل بألمانيا، يعني اللي بألمانيا بيعرفوه من المنتجات اللي محطوطة فيه. قبل بمرة صورت لكم منه، وفي كتير ناس يعني منكم كان يسألني عن أغراض. هيدي الأغراض أنا شو ما بتشوفوا اليوم بالفيديو، هيدي هدايا لكم. لا مش هدية، يعني هدية حب مثل ما بيقولوا، أو صداقة أو أخوة أو يلي بدكم إياه. فبما إنه جاي العيد، هدية العيد، أيوة هيدي هي هدية العيد الكبير. إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية. أي حدا بده غرق أغراض من هول، أنا عندي انستغرام، صحيح ما كتير بفوت عليه يعني احيانا، بس بتكتبوا لي بتبعتوا لي رساله بشوفها. اي غرض بدكم اياه اختاروه وبعتوا لي على انستغرام العنوان، وانا رح ابعث لكم هوين ما كنتوا، باي دوله عربيه كنتوا، او كنتوا هون بالمانيا كمان، او اي بلد. المهم صبايا، شو ما بتشوفوا بهيدا الفيديو، شوفوا هول ما احلاهم للنظافه الشخصيه. طبعا فيه قصص كتير صورت لي. واو هول، واو هول يا صبايا، الذهبي والاسود. كل ما بصور الاسعاف الاطفائيه لازم تخبرني انه نحن هون، لازم نطلع معك بالفيديو. المهم هول الصبايا بجننوا. هاي ليلى كمان. المهم صبايا، انا ناطره ليروح. المهم على فكرة هي يمكن تجارب، ما في شيء بكون، يمكن محروق له شيء ورقة أو شيء. المهم صبايا، مثل ما شايفين بتقدروا، أنا عم مركز أكثر من مرة على التصوير. وين ما كنتوا، بمصر، بلبنان، بسوريا، بالعراق، بالخليج، بالأي، الصومال، السودان، مين بعد؟ ليبيا، مين بعد عندي كمان؟ عندي من ليبيا، وعندي من مصر، وعندي من العراق، وعندي من كل الدول. عندي لبنان أكثر شيء، وكمان من يلي بألمانيا كمان. في شوفوا هيدي بنتي هون، شوفوا الجمال هيدا، بتجنن هيدي العلبة، بتعطيكم لمعة على الخدود، بتعقد. عم تجربها هي، ومنها غالية مثل ما شايفين، بس بتعطي لمعة على الخدود كتير. هي صغيرة منها كبيرة، على مبينة بالكاميرا كبيرة. بايا هيدا الانبوب يلي شايفينه للغطاء ابيض، هيدا اشتريته انا صراحة، واشتريت كمان هيدا الميك اب، وهيداك البرايمر الابيض، وهيدا الكريم الاساس تبعونه. بيجنن، بيعطي جلو، بيجنن للبشرة. طبعا بتختاري اللون يلي مناسب بشرتك. انا فاتح، فحقه يمكن هيداك حقه 6، وهيداك التاني حقه 9 أو 8.5، والله ما ركزت على السعر. فهيدا هو ايه، هي 5.5. فبنصحكم تشتروه، بيعمل البشرة بتجنن من كاتريس. شوفوا هالالوان شو حلوين. كمان اليالي بدها اياه فيها توصيني عليه، وان شاء الله تكونوا كلكم. هيدي المسكرة صبايا، انا عيوني حساسين كتير، يعني اذا بحط مسكرة بضلن حمر حمر، ويومين حمر. لكن هيدي الزرقاء الفاتحة، شايفين التركيز الزرقاء يلي هيك الباستاسين تقريبا. اشتريت لي هي بنتي وقالت لي ماما هيدي للعيون المحسسين. انا بحب احط ماسكارا بس ما بقدر احط، لكن هيدي عن جد من لما اشتريتها ابدا ما بتخرب العيون، ما بتوجع العيون، ما بتعمل، ما بتحسس العيون. اشتروها وادعوا لي. المهم صبايا، شوفوا هول المجموعه شو حلوه. شوفوا الالوان هيدي العلبه شو حلوه، الوان بتجنن للصيف. وهيدي طبعا تبعون الشفايف. وشوفوا هول شحلبين، تختاروا اي هدكن. هي كنتوا بلبنان، كنتوا باي دولة عربية، ان شاء الله راح توصلكم. طبعا ما تنسوا انه عندي انستغرام، تقدروا تبعتوا لي الرسائل لهني، وانا ببعث لكم هني. وهيدي هدية من اخت. شوفوا هيدي المجموعة شو حلوة، للمحبي طبعا المناكير والالوان وهالقصص. انا ما بحبهم، زمان كنت بعشقهم، هلا لا. زمان كان يكون عندي 100 قنين، هلا لا. المهم هيدا كتير حلو، طبعا هيدا للون بشرتهم سمرة شوي، بيعطي جلو مثل ما شايفين بالصورة بالضبط.
كتير حلوين طبعا لسهرة عفوا. وهون اللوريال طبعا لا ما حدا ينقل هيدي الماركات لانه مقاطعة. فهول صبايا مثل ما شايفين، وهول الفراشة شوفوا هيدي البودرة شو حلوة بتجنن على البشرة، مثل بتعطي هيك كونتور للبشرة بترفع الخدود وكتير حلو. وهول طبعا الفراشة اللي بتعملوا فيهم بتمدوا المكياج بتعملوا بلنديون فيهم ما بعرف شو، انتو بتعرفوا شغلكم. هيدي الماسكارات كل الناس بتحمد فيها، انا اذا حطيت ماسكارة منها بمرض يعني عيوني بيصيروا حمر ويدمعوا، ابدا ما بيناسبوني هول الا اللي فرجيتكم. هي اي حدا عنده حساسية ياخد من هيديك. شوفوا هالالوان شو حلوة، شوفوا هيدي شو حلوة للصيف. الصيف ما بده مكياج صبايا، شوي ترتيبه بس حلو الانسان يضلوا هيك شوي على طبيعته ما انه يكتل، مش رايحين على عرس نحنا. الصيف بده هيك يعني شي بارد. كتير حلو هون نظارات للاطفال للمسبح، وهيدي المناكير. وهلا جينا هون على البرفانات، طبعا هيدا المحل كل يلي بالمانيا بيعرفوا انه هيدي البرفانات ارخص برفانات بالمانيا، بس انا بحبهم، بحب هيدي الماركه صراحه وعندي منها كتير. هلا بفرجيكم يلي انا بحطه، هيدا يلي مش هيدا، هول الاناني كمان فيكم تختاروا منهم اذا بدكم، هول للرجال مان لانه مكتوب عليهم، بس انا رح فرجيكم يلي انا بستخدمها. هلا بستخدم كمان هول، بس انا اكتر شي بستخدم هيدي. هيدي للجسم بتتحممي وبترشي منها، بتعملي دوش وبترشي منها. انا عندي الزهر ما بنقطع منها ابدا، يعني بلبنان عندي وحده حتى ركتها بلبنان، وهون عندي وحده شايفينها وحاطين حتى تستا اذا بدكم تجربوها. حقها 6.45 يورو، احلى شي اخترعوا صراحه. المهم صبايا مثل ما شايفين الهدايا كتار، الفيديو خلص، اختاروا يلي بدكم اياه. وما تنسوني انا عندي انستغرام صحيح راح فوت بهالايام عليه كرمالكم، واختاروا الهديه يلي بدكم اياها. بحبكم كتير والفيديو الكم، باي باي.